لقيت ظرف جايلي على المحل اللي كنت بشتغل فيه وما كنتش عارفة مين اللي بعته. لقيت الورقة في الظرف وما كانش مكتوب عليه أي حاجة تبين مين اللي بعته. مالك يا حبيبي؟ سرحان في ايه؟ أبداً يا كاميليا، أبداً يا كاميليا، مزاج وحش، تعبان، مشاكل في الشغل ما بتخلص، كلها فوق دماغي، إيميلات وتوكيلات وبضايع في المينا، كله 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 فوق دماغي، كله فوق دماغي. أنت ياما عديت بحاجات أصعب من كده بكتير، بس مش زي المرة دي يا كاميليا، مش زي المرة دي أبدا. بقولك يا حسن، ما تقوم تصلي كده ركعتين تستهدي بالله. ها؟ إن شاء الله لازم أصلي طبعا عشان ربنا يتوب علينا وينجينا من اللي إحنا فيه. ده تليفونك بيرن كتير. إيه؟ مشاكل، أرد أقول إيه يا كمال؟ كلها مشاكل. أنا لسه قايل لك، مينا وشيكات وسواد. طب ما تقفل تليفونك وتنام. ما أقدرش أنام. أنام إزاي؟ مستني صلاح يكلمني ونشوف يعني هنعمل إيه في السواد يا كمال. انا هقوم ابص على ليلي بركع لك. ماشي، ادعي لي بس يا كمال. يا رب يا حبيبي افتح. ادعي لي بس يا رب. طول ما انت ماشيه ادعي لي. ادعي لي يا كماليا. بدعي لك والله العظيم. الله يبارك لك. ادعي لي يا كماليا. الو، ايه في ايه؟ بترن كتير كده ليه؟ في حاجة؟ هو أنا مش قايل لك 100 مرة ما تتصليش في الوقت ده؟ في حاجتين. الأولانية إنك زعلتني ومشيت مع إني قلت لك كل حاجة بصراحة ووريتك قد إيه أنا بحبك وبموت فيك. والتانية بقى، رغم إن لازم أنت اللي تصالحني وتتحايل عليا كمان، بس أنا كبرت دماغي. أصلك وحشني، وحشني أوي يا حسون. بقول لك إيه، انا قمت وطبخت لك بايديا الاتنين دول، عملت لك حتتين دكر بط يستاهل بقك، وشوربه لو دقتها مش هتسلاه. نوره، انا مش فايلك دلوقتي خالص. ليه يا حبيبي؟ هي ماما بتزعق لك ولا السفره محرجه عليك؟ ممنوع الاشاره سفره. استهدي بالله ونامي. استهدى بالله انت وتعال. نورة، استهدي بالله وتقلي، انا راجل متجوز. ها؟ ما انا متجوزاك بردك، مراتك انا ولا نسيت؟ بقول لك ايه، انا واخدك على الهادي، ده انا محضر لك ليله المان. يلا نص ساعه ومستنياك. وبقول لك، يا تجيني يا هجيلك. ايه اللي انت بتقولي ده؟ يعني ايه يعني؟ انت عارفني مجنونه واعملها، هتيجي ولا ايه؟ نص ساعه، يا تيجي تجيلك. حسن، مالك بتزعق ليه؟ بتكلم مين؟ اقول لك ايه يا كماليا؟ اقول لك ايه؟ مش هصدقيني لو قلت لي بكلم مراتي التانيه. مراتي التانية مكلماني بتقول لي ايه؟ يا حسن انا عامله لك شوربه وبط ووز ولابسه لك ترتر والدنيا مزهده وزغاريط. هيصه 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 هيصه. اهدى يا حبيبي، انا عارفه انك بتكلم صلاح. لا يا كاميلي، ما بكلمش صلاح. تخيل يا كاميلي، عارفه كمان بتقول لي ايه؟ بتقول لي حسونه ما تحن عليا، حسونه انا زيك غاويه. تفتكر يا كاميلي هي هتبقى غاويه واطلع انا مش غاوي؟ حتى ما يصحش. يا حسن، أنا عارفة إن صلاح كان بيكلمك. طب عندي فيكي بقى مش صلاح. عندي فيكي مش صلاح. اهدى يا حبيبي، أسفة والله العظيم. أنا كمال ياكل بط السعادة؟ أنا عمري عملتها معاكي؟ قولي عمري عملتها معاكي؟ أنت مش قاعدة أقول لك ادعي لي ادعي لي ولا في بالك خالص. استغفر الله العظيم يا رب. بط؟ هو أنا عمري عملت له بط؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.